الأخ يسأل سؤالا يقول: في رجل طاف بالبيت معتمرا ثم حين شرع في السعي احتاج إلى دورة المياه، ذهب للدورة ولا ذهب ولا رجع، ذهب ولم يعد ورجع لبلده وترك العمرة بأسرها، هذا الحكم ينبني على حكم السعي، ما حكم السعي؟ في السعي ثلاثة أقوال العلماء، وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد. في السعي ثلاثة أقوال العلماء وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد. القول الأول أن السعي ركن، وعلى هذا القول يجب على هذا الرجل أن يرجع لأنه قد تعلق بركن، ولا بد يبقى الآن يبقى محرما، على هذا القول يبقى محرما، إن كان متزوجا لا يجامع، وإن كان غير متزوج لا يتزوج حتى يرجع ويطوف، على هذا القول. وهو رواية قلنا عن الإمام أحمد، وهذا يحكى عن عائشة رضي الله عنها وعن طائفة من أهلي، وهو قول الجمهور أن السعي واجب، أن السعي واجب، من أتى به برئ الذمة ومن لم يأت به ترك واجبا. وعلى هذا مثل هذا يؤمر بالحلق، ويقول قد تمت عمرته ولكنه ترك وفرط بواجب، هل يجب عليه دم أم لا يجب عليه دم؟ قولان عند العلماء، القول هو أنه يلزم دم، وهذا قول الجماهير من قال بهذا القول، فعلى هذا القول يذبح شاة وجوبا ويجزي عنه ذلك ويكون قد تحلل. القول الثالث أن السعي سنة، أن السعي سنة وليس بواجب ولا ركن، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وطائفة من الأئمة، وأصح الأقوال في ذلك أن السعي واجب، فليس هو بركن ولا هو بالسنة، أن السعي واجب فليس هو بركن. هذا يكون هذا الرجل قد ترك واجبا، ومن ترك واجبا فإن يجبره بدم في قول جماهير العلماء، ولكن ينبغي التنبه لمثل هذا الذي لا يريد الإكمال لا يعبث، ولا يدخل مكة بلا إحرام، يدخل مكة بلا إحرام هذا خير لمن يدخل بإحرام ثم يعبث. والله جل وعلا يقول: واتم الحج والعمرة لله، أمر الله جل وعلا بإتمامهما، وليس من حقه أن يقطعهما، لا بد أن يتمهما، وهذا قول جماهير العلماء، بل حكاه غير واحد من العلماء إجماعا خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى، هو الذي يرى أن النفل بمنزلة نفل الصلاة، بمنزلة نفل الصدقة وغير ذلك، فإذا ما أراد يتم يدخل مكة بلا إحرام، وهذا لا شيء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين حديث ابن عباس: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. إذا أراد الحج أو أراد العمرة لا يتجاوز الميقات إلا عمرة فله، أن يتجاوز بلا إحرام. نعم نعم نعم، هو واجب في الحج والعمرة، ليس بركن ولا بسنة.